السيدات والسادة الحضور الأكارم جميعا، كل حسب اسمه ومسماه العلمي والوظيفي والمعنوي محترمون بحفظ ألقابكم ومناصبكم ومقاماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي يوم القدس العالمي الذي وافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في 16 من شهر مرداد عام 1358 الهجري الشمسي الموافق للسابع من آب 1979 بمبادرة من الإمام الخميني قدس سره ودعما للقضية الفلسطينية لبدء مرحلة جديدة من التضامن مع الشعب الفلسطيني. جميع دعاة الحرية في العالم بإعلانهم دعم فلسطين وتعبيرهم عن انزعاجهم وتنفرهم من الصهاينة المغتصبين وإدانتهم جرائم هذا الكيان واحتلاله واستنكار الممارسات العنصرية واللا إنسانية للصهاينة، كما يعتبر هذا اليوم رمزا للمقاومة تحت شعار موعدنا في القدس. وانتصارا للقدس المحتلة في يومها العالمي، يعقد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المؤتمر الثالث الدولي، وذلك تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني. فأهلا ومرحبا بطيب مقدمكم، وحياكم الله وبياكم سيداتي سادتي الكرام. آيات حسن من الرحمة محدثة زفت إلينا بما تحويه من حكم، من حيث مدلولها النفسي في أزل قديمة صفة الموصوف بالقدم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا صدقا وتمطرنا من غيثها العمم. ننصت وإياكم خاشعين متدبرين لتلاوة قرآنية عطرة يرتلها في مؤتمرنا هذا وعلى مسامعكم الكريمة الحاج همام عدنان غيدان، فليتفضل وننصت للذكر خاشعين متدبرين. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. إلى الشهداء المستعارين من الجنة جاءوا ليعلموننا معنى الحياة ومن ثم يرجعوا إلى جنات النعيم. نقف لقراءة سورة الفاتحة ويتبعها مباشرة النشيد الوطني. حضورنا الكريم
نجدد ترحابنا بحضراتكم وبمن انضم إلى مؤتمرنا حديثا وإلى كل متابعي بثنا الفضائي المباشر، حياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بطيب مقدمكم. الكلمة الترحيبية بحضراتكم والافتتاحية لهذا المؤتمر يتفضل بإلقائها ممثل سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي فاضل الدفاعي عضو المكتب السياسي، فليتفضل. السادة السيدات الحضور ضيوفنا الأكارم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي نرحب أجمل الترحيب بجميع ضيوفنا الأكارم مع حفظ الألقاب والمقامات، ونتقدم بالشكر الجزيل على تلبيتهم لدعوتنا ومشاركتهم وتشريفنا في إحياء يوم القدس العالمي في مؤتمرنا الدولي الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يجدد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر لاستعادة أراضيه المغتصبة، وفي مقاومته البطولية للاحتلال الصهيوني وممارساته التعسفية ومحاصرته للمدن والقرى الفلسطينية، وفي مواجهة المخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إن الاحتفال بهذا اليوم المقدس أمر في غاية الأهمية، وإن التعبير عن مظاهر الدعم والمناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم من خلال المسيرات التضامنية والخطابات وإقامة المؤتمرات الرسمية والشعبية الجماهيرية وغيرها من أشكال الدعم المعنوي والمادي، يعزز عند شعبنا الفلسطيني الشعور بالقوة والاقتدار وتأكيد العزيمة لمواصلة طريق النضال والمقاومة المشروعة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل. لقد كان اختيار الإمام الخميني قدس سره لآخر جمعة من شهر رمضان المبارك لتكون يوماً عالمياً للقدس له مغزى خاص وكبير، إذ أنه أراده يوماً للتعبئة الإسلامية والعالمية العامة، ويوماً للمواجهة مع الاستكبار العالمي، وجعله مناسبة مهمة لجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لقد أدرك الإمام الراحل أن الأمة ما دامت مكبلة والأنظمة عاجزة فهما بحاجة إلى إدامة الروح المقاومة والإبقاء على جذوة الذكرى مشتعلة حتى تتحقق اليقظة الكاملة. فاختار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحكمته آخر جمعة من شهر رمضان المبارك لتكون سلاحاً ماضياً ومشعلاً مضيئاً ومنهجاً واضحاً لاستكمال طريق كرامة الإنسان وعزته. ضيوفنا الأكارم، إن الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة وأهمية استثنائية، كونه يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في حملات القمع التي يقوم بها المحتل، خصوصاً في مدينة القدس التي يقوم المحتلون والمستوطنون بتدنيسها كل يوم، مما يستدعي الوقوف بكل قوة وحزم مع المقاومين الفلسطينيين الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي. كما إنه يأتي في وقت تزداد به وتيرة الخيانة والتردي عند بعض الأنظمة العربية المتخاذلة التي تسارع في عملية التطبيع الخيانية مع العدو الصهيوني المجرم، متخلين بذلك عن عروبتهم ودينهم بل وعن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. تأتي مناسبة يوم القدس العالمي وكأنها مناسبة غضة جديدة تخص هذا العام نفسه، وكأنه لم يمضي عليها أكثر من 50 عاما، فتأتي الشعوب الحرة
وتتفاعل معها وتحييها، وكأن الإمام الخميني قد أطلقها هذا العام. فكلما طال العهد وامتد الزمان بيوم القدس العالمي أصبحت المناسبة أكثر عالمية، وازدادت شعوب العالم بها معرفة وتفاعلا، واتسعت مساحة الإنكار للعدوان الصهيوني الغاصب. وهذا هو مراد الإمام الخميني، إذ رأى أن كثيراً من الدول العربية والإسلامية ستشكل عائقاً أمام شعوبها الحرة للتحرك والانتفاض بوجه الكيان الغاصب لأرضها، فجعلها مساحة التأييد للقدس تتسع عالمياً، والإنكار للصهيونية يزداد لتغطي بلداناً ليست عربية ولا إسلامية. فانشدت الناس وانجذبت بمختلف أديانها وتوجهاتها للتفاعل مع هذه المناسبة. وبهذه الخطوة الإلهية للإمام الخميني قد غرس شجرة الميلاد الحقيقي لتحرير القدس، وسقاها بتربية جيل واسع من المقاومين والأحرار في كلمتهم ومواقفهم في تظاهراتهم واعتصاماتهم، متمسكون ثابتون على مبادئهم، فكانت بحق قضية عالمية، وكان فعلا يوما عالميا. ضيوفنا الأكارم، إن العراق اليوم أقوى وأكثر اقتداراً، ولن يسمح بتمرير مخططات الخانعين للهيمنة الصهيونية. فالعراق أنموذج عربي إسلامي أصيل بمواقفه الثابتة تجاه القضايا المصيرية، فمنذ أكثر من نصف قرن ودساتيره تحرم العلاقة مع الكيان الصهيوني، والمادة 201 من قانون العقوبات تجرم التواصل مع أي جهة إسرائيلية صهيونية. وفي شباط 2019 وقعت فصائل المقاومة يتصدرها القائد الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه وثيقة براءة من كل تطبيعي، وعدد ذلك خيانة. كما كان لمجلس النواب العراقي في أيلول 2021 موقفاً رسمياً رافضاً للتطبيع، ويجرم أي حراك باتجاهه إبان عقد ثلة منحرفة مؤتمراً في محافظة أربيل. وكان هناك موقف وطني حازم من رئاستي الجمهورية والحكومة. إن الموقف من القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين والقدس ودعم المقاومة هو موقف مراجعنا العظام جميعاً، وكلماتهم شاهدة من زعيم الطائفة الإمام السيد محسن الحكيم إلى أستاذ الفقهاء السيد الإمام الخوئي إلى مفجر الثورة الإسلامية في العراق شهيدنا الصدر وعضده المفدى شهيد المحراب قدس الله أرواحهم الطاهرة. وصولاً إلى المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقائد الثورة الإسلامية المباركة سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، فهذه راية خفاقة عالية منتصرة إن شاء الله ما دامت بيد المراجع العظام، والعراق لن يكون له طريق غير طريق المراجع العظام. اليوم نحن في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ندعم ونقف بقوة مع أي مبادرة تهدف إلى تجريم التطبيع بكل أشكاله، وأن يبقى الموقف العراقي صلباً وحازماً تجاه كل اللاهثين وراء التطبيع، سواء كانوا دولاً أو كيانات أم أشخاصاً. ولا ينبغي أن يكون هذا الموضوع في معرض الخلافات السياسية الجانبية، وسنعمل في المجلس الأعلى مع بقية القوى الوطنية لتشريع القوانين، ونتابع تنفيذها مع الحكومة بكل جدية وقوة. ضيوفنا الأعزاء، إن الإدراك الشعبي في تزايد ملحوظ، وأن وعي الأمة بات يخيف العدو الصهيوني، فمحور المقاومة، محور القدس، محور منتصر غرس جذوره في وجدان أبناء الشعوب العربية والإسلامية، وأصبحت إرادة الشعوب الحرة هي ذخيرته وخارطته وأدواته للنصر المؤزر القريب. فالشعب المقاوم لا يمكن أن يهزم، فهو لا ينسى حقوقه ولا يتنازل عن عزته وكرامته، خصوصاً وقد ذاق طعم الانتصارات التي حققها بسواعد أبطاله والتي جاء بها الصبر والصمود والمقاومة. فهيهات هيهات بعد ذلك أي تراجع أو قبول بفرض الإرادات أو التسليم للأمر الواقع أو السكوت عن عمليات التطبيع الخيانية.
في الختام نوجه الدعوة إلى الشعوب المسلمة والعربية وإلى القادة الفلسطينيين وفصائل المقاومة كافة إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف في مواجهة المحتل والدفاع عن الشعب الفلسطيني المحاصر في القدس وفي قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا ممثل السيد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي فاضل الدفاعي عضو المكتب السياسي. قال السيد محسن الحكيم قدس سره: إن قضية فلسطين عموما والقدس خصوصا هي قضية الإسلام. أما الآن مع كلمة ممثل فخامة رئيس الجمهورية يتفضل بإلقائها الدكتور علي شكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وفي العام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وأعمالكم. كان بود فخامة الرئيس أن يكون معكم اليوم لولا تواجده خارج العاصمة بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلت القدس ولما تزل العالم حتى أضحت القديم المتجدد. فالقدس ليست من مختصات المسلمين ولا هي قضية العرب حسب، ولا ينفرد المتدينون بأمرها كونها واردة نصا في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول ومرويات أهل البيت عليهم السلام. فالقدس قضية كل باحث عن الحرية، رافض للاحتلال، داع للحق، ماقت للغصب، متطلع لتحرير شعب وإعادة حق ورفض ظلم. لقد راهن من خطط الاغتصاب أرض فلسطين وتوطين متفرق وترحيل شعب وإقامة كيان متوسع مهدد للجار والإقليم أن القضية الفلسطينية ستكون في طي النسيان بعد حين، وبالقطع أن من فكر وخطط ونفذ وقسم ووطن الغاصب فإن قضية فلسطين وراءها شعب حي وأمة متجددة وقرآن حافظ ومتيمن سائر على النهج. لا يمكن أن تغدو في طي النسيان أو تغادر الذاكرة، فالقدس محفوظة في ذاكرة الأجيال. تناقلها الخلف عن السلف وحملها الوطني هماً وقضية وهدفاً لا حيدة عنه. يرحل الحاكم ويتجدد شعب، وتتغير مواقف وتختلف مراكز القوى، والقدس محفوظة في ذاكرة النشء. يتناقل روايتها وظلامتها الخلف عن السلف، وتتناولها المخطوطات والمطبوعات، وتبحث في خلفياتها وحاضرها ومستقبلها مراكز الأبحاث والدراسات. غيرها راحل وهي خالدة. ظن البعض أن القدس ستغدو من الماضي لو رحل شعب وقتل مقاوم وصودرت أرض وشيدت مستوطنات وأزيلت آثار وردمت أطلال، لكن من ظن بالقدس هذه الظنون غفل أو تغافل. إنها مروية في لوح محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. فالقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين،
هي الجامع للمسلم والمفرق للغاصب، هي القضية المركزية التي من أجلها عقدت اللقاءات وأقيمت المؤتمرات وكتبت الأبحاث والدراسات. لقد خلد الإمام الراحل آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره الشريف ذكرى القدس بيوم راح المسلمون والعالم يحيونه، فالجمعة الأخيرة من شهر رمضان هو اليوم الذي راح الباحثون عن الحرية يستذكرونه جيلا بعد جيل. تقام فيه الملتقيات وتلقى فيه الكلمات وتسرد فيه المرويات، وينتظر قدومه كل باحث عن الحرية، فيوم القدس هو يوم إحياء ذكرى كل مغتصب محتل، يوم التحرير، يوم العتق من الغصب. فسلام على من ذكر وذكر وأحيا وأقام وقاوم، وسلام على من سيعيد ويحرر ويفتح ويحقق نبوءة وحلم، والعاقبة لمن صمد وصبر وحافظ على المبدأ ولم يهادن أو يخضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور علي شكري ممثل فخامة رئيس الجمهورية على هذه الكلمة. ونجدد ترحابنا بمن انضم إلينا حديثا، فأهلا ومرحبا بطيب مقدمكم وحياكم الله. وما وقوفكم في هذه القاعة، قاعة المؤتمر، وأنتم تتابعون مؤتمرنا الدولي الثالث، ما هو إلا نصرة للقضية الفلسطينية وثباتا على الموقف، فشكرا جزيلا لمن تجشم هذا العناء. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إن تحرير القدس وكف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد الإسلامية هو في الأساس واجب كل المسلمين. ويقول السيد الخوئي قدس سره الشريف: فتح فلسطين وتحريرها يكون على يدي أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، كما يقول الإمام السيستاني دام الله ظله الوارف: القدس أرض محتلة، يجب أن تعود إلى فلسطين مهما طال الزمن. حضورنا الكريم، الكلمة الآن كلمة رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري، فليتفضل. كلمة سماحة الشيخ قرأناها بالإنابة من قبل الدكتور علي الدفاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سعادة الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. أخوة وأخوات، لنا الشرف الكبير اليوم نقف لإحياء يوم القدس العالمي، اليوم الذي أعلنه سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه الخميني قدس سره أن يكون آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس. وهذا الإعلان فاجأ الجميع آنذاك، لم يخطر على بال أحد أن يصل الانحدار في الحكام العرب إلى هذه الدرجة، بحيث يكون التطبيع بل يتسابقون في التطبيع.
وفي ذات اليوم انذاك الحكام العرب جميعا يتغنون بفلسطين وبالقدس، وكانوا دائما اذا تذكرون 1978 عندما اعلن السادات مقاطعه عربيه، يعني كانت اكو غيره، يبدو ان هذه الغيره انتهت، وهي المشكله الحقيقيه، ردة الفعل التي حصلت على السادات انه كسر هذه القدسية وكسر المحرمات عندما ذهب الى زيارة اسرائيل في عام 2007. ولذلك عندما اعلن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه الكثير، ما هي الجدوى؟ ما هي الفائدة؟ وين شنو اليوم العالمي القدس؟ وبصراحة كأن الإمام رضوان الله تعالى يتلبث بالتاريخ ويقرأ التاريخ براغة مستقبلية دقيقة، ويرى أن الحكام العرب سيتسابقون في التطبيع، ولذلك لا بد من أن يكون يوما للقدس، يوما يكون أبناء الأمة عنوانا للأمة ومنهاجا للأمة، بحيث تكون القضية الفلسطينية وقضية القدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية. وفي هذا الإعلان المبارك الإمام رضوان الله تعالى عليه ثبت هذا اليوم، وفي كل عام بدأ يتفاعل معه الناس وتتفاعل معه الجماهير، وليس فقط الشعوب العربية والإسلامية، وأصبح فعلا محورا هدفا وموحدا لكل المسلمين ولكل العرب، بل حتى أحرار العالم بدأوا يتفاعلون مع هذا اليوم المبارك، مع يوم القدس. اليوم يوم القدس ليس شعارا، ليس قضية إعلامية تكتيكية، يوم أصبح الأمل، أصبح الأمل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ويعيشه المقاومون في كل مكان، وإن شاء الله هذا اليوم سيتحقق. والشعار الذي رفعه الأخوة موعدنا في القدس، إن شاء الله موعدنا في القدس، هذه شعارات سابقا، يوم أصبح أمل نسعى ونبذل كل الجهد من أجل تحقيقه. واليوم نفتخر كإسلاميين الذين يرفعون راية المقاومة الإسلاميين. القوميين وغيرهم أنا ما أتحدث عنهم، أصبحوا في زاوية. اليوم الذي يحمل راية المقاومة وينادي بتحرير القدس وبتحرير القضية الفلسطينية من الإسلاميين، ونفتخر نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام من حملة محور المقاومة ومن حملة راية القدس وتحرير القدس. واليوم ليس في العراق، في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان أتباع أهل البيت عليهم السلام هم الذين رفعوا الراية وحملوا الراية جنبا الى جنب الشعب الفلسطيني العزيز والابي، هذا الشعب المقاوم، هذا الشعب اللي كل يوم يقدم شهداء ويزداد اصرارا على وصلابة على ادارة اداء المهمة والتصدي للعدوان مهما كان الثمن، كلهم كانوا يعولون على ان الشعب ما في الارض المحتلة استسلم وانصهر في المشروع الصهيوني واصبح جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني. ولكن في العام الماضي فاجأ الجميع، الانتفاضة انتفاضة اهلنا في الارض المحتلة، وهنا الامل، وهنا اللي يخلينا نعيش امل فعلا الانتصار، وموعدنا القدس ان شاء الله.
لذلك أيها الأخوة أيها الأحبة أيها الأعزاء، إحنا عندما نتذكر كل المواقف المراجع من موقف سماحة رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم إلى موقف الشهيد الصدر الأول ومن التطبيع مع الكيان الخروج من ذمة الإسلام محرم، كذلك الشهيد محمد صادق الصدر، وأما سماحة الإمام السيد السيستاني أنا أتحدث عن العراق. سماحة السيد السيستاني في كل موقف، اليوم لا أستطلع عن بعض المواقف ما أريد أخذ أوقاتكم، في كل موقف تمر القضية الفلسطينية بأزمة لسماحة الإمام السيستاني موقف واضح وصريح. فالرايات التي تنطلق لتحرير القدس من العراق يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون تطبيع مع الكيان الصهيوني، وإذا حصل تطبيع يعني بصراحة الأمة في حالة انحدار. كل الروايات اللي احنا نؤمن بها وكذلك الكيان الصهيوني يؤمن، كيان الصهيوني يؤمن بأن الرايات التي تنطلق لتحرير القدس تنطلق من العراق، ونحن مؤمنين بذلك ومحتفظين بذلك، وإن شاء الله ستكون الرايات التي تحرر القدس تنطلق من العراق. لذلك هذا العدوان العداء الكيان الصهيوني للعراق ومحاولة تدمير العراق. إذا نعود إلى الحرب التي الاحتلال الأمريكي في عام 2003 من المحررين على العراق والكيان الصهيوني، وفي كل هذه الأزمات اللي أنا يمر بها العراق روح بحث في عمقها الكيان الصهيوني يقفرع كل المؤامرات اللي الآن تمر، كل المحاولات التي تحاول النيل من العراق يقف فراءها الكيان الصهيوني، لأنهم يعتقدون اعتقاد راسخ مثل ما نحن نعتقد ونؤمن بأن الرايات التي ستنطلق تنطلق من العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حملة هذه الرايات. وفعلا انه لشرف عظيم ان نكون حملة رايات تحرير القدس، هاي مكانة كبيرة منزلة كبيرة. اليوم يا اقرأ حديث للسيد موسى الصدر رضوان الله تعالى عليه، يقول هاي الارض المباركة المقدسة لا يحر الا المباركون الا المؤمنون المضحون الذين فعلا يستحقون ان يحملون هذه الامانة، أمانة تحرير بيت المقدس. والأرض طاهرة ولا يحررها إلا الطاهرون. واليوم أيها الأخوة، اليوم أن يكون هذا الجمع المبارك في العراق خصوصا بعد هذا اليوم اللي وقف الشعب العراقي العزيز بكل مكوناته ومقاومته الشريفة موقفا شجاعا إعلان تأييد وإحياء هذا اليوم المبارك يوم القدس، وأن يكون هذا التجمع المبارك نقدم شكرنا وتقديرنا للأخوة القائمين على هذا التجمع، وأمنا إلى المزيد من هذه التجمعات. ويجب أن نحيي القدس ونتذكر القدس وندافع عن القدس حتى تصبح أنه جزء من كياننا وجزء من حياتنا وجزء من مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية. اليوم قضية فلسطين ليس قضية عرب فقط وليس قضية إسلامية فقط، قضية عربية إسلامية إنسانية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقوف مع الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدافعون عن هذا الشعب المقاوم، عن هذا الشعب المضحي، عن هذا الشعب الذي كلما ازدادت قسوة كلما ازداد ثباتا وإرادة من أجل تحرير القدس.
لذلك أيها الأخوة الأحبة الأعزاء، أنا أملي أن يكون ليس مؤتمر يعني ليس مؤتمرا خطابيا، أن يكون هناك مؤتمر لنبحث كل الآراء الفقهية لمراجعنا، خصوصا في الفترة الأخيرة من زمن سماحة السيد محسن الحكيم وإلى هذا اليوم، لنرى كيف يؤكدون كلهم جميعهم على ضرورة الاهتمام بالقدس وتحرير القدس وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأنا نؤكد للجميع ولكل الأخوة الأحبة، لا تطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن يكون تطبيع مع الكيان الصهيوني مطلقا إن شاء الله. وهذه هو إرادة كل أبناء الشعب العراقي، إرادة أبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي الحمد لله بكل مكوناته، بكل أشكال مكونات السياسية ومكونات القومية، كلهم يعتقدون اعتقادا كاملا وراسخا بقضية القدس وقضية فلسطين، ولا يمكن أن نتراجع أو نتنازل عن هذا الموضوع مطلقا. كل الشكر والامتنان للأخوة الأحبة على هذا المؤتمر، نسأل الله لهم التوفيق والتسديد وقبول الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يكونون في هذا الصف وفي هذا الجمع المبارك الذين يدخلون لتحرير بيت القدس، وإنه إن شاء الله قريبا وليس بعيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الحاج هادي العامري رئيس تحالف الفتح على هذه الكلمة. قال السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله: توصية الأساس توسيع نطاق الجهاد في الأراضي الفلسطينية. الجهاد والمقاومة الفلسطينية، يحدثنا عنها سعادة الدكتور أحمد عقل سفير دولة فلسطين في بغداد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة السيد الدكتور همام حمودة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، السيد نور المالكي، الأخ العزيز حاج هادي العامري، الإخوة القيادات السياسية والدينية والعشائرية، الإخوة والأخوات الحضور، أرحب بكم أجمل ترحيب، أرحب بكم باسم الصامدين في ساحات المسجد الأقصى. سيدي، نحن نلتقي اليوم كعادتنا في كل عام في جمعته الأخيرة لإحياء يوم القدس العالمي، والذي دعا إليه الإمام الخميني رحمه الله، دعا إليه وهو قارئ عميق للتاريخ، وهو ذو رؤية ثاقبة إلى الأمام، وهو الذي يعرف عناصر الصراع والتغييرات الدولية والإقليمية. سماحة الإمام أراد أن يقول في يوم القدس هو ليس يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنما هو يوم للإعداد للمعركة الكبرى بين الحق والباطل،
بين المستضعفين والمستكبرين. هو يعي أن هذه المعركة، معركة القدس، هي المعركة الأخيرة للانتصار، للانتصار الحضاري، للانتصار التاريخي. هي ليست فقط معركة تحرير جزء من الأراضي الفلسطينية، بالعكس. لذلك هو دعا المسلمين جميعا، وقد يكون أكثر الناس الذين دعوا للوحدة الإسلامية الإمام الخميني. هو دعا أن يكون هذا اليوم يوم التعبئة، يوم التخطيط، يوم التجهيز، يوم الاستعداد لهذه المعركة الكبيرة. وللعلم، بالديانة المسيحية وبالديانة اليهودية هناك رؤية لمعركة القدس، وبالتالي الإمام الخميني قال لنا استعدوا لهذه المعركة لأنها ستكون المعركة الأخيرة. حكومة الاستيطان الصهيونية تصورت، وفي ظل الانشغال العالمي بأحداث أوكرانيا، أنها تستطيع أن تحقق أهدافها بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وأنها تستطيع أن تضع الأساس لإنشاء الهيكل من خلال الذبح في ساحات المسجد الأقصى، باعتبار القرابين هي أولى الممارسات العقائدية للدخول إلى الهيكل، وهم يعتقدوا أن الهيكل تحت قبة الصخرة، فبالتالي لا بد من هدم قبة الصخرة لكي يعاد الهيكل. لقد تصدى شعبنا في كل مكان لهذه الأهداف، وقدم عشرات الشهداء، وأوقع خسائر في صفوف العدو في النقب وباراك وتل أبيب، ومنع، وربما لأول مرة في الضفة الغربية، بقوة السلاح من دخول القوات الإسرائيلية إلى بعض المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وصنع شعبنا معجزة الصمود في داخل القدس وفي داخل ساحات المسجد الأقصى، ورغم كل العنف الذي استعمله هذا العدو الصهيوني، إلا أن المرابطون في المسجد الأقصى قد تصدوا بصدورهم لقطعان المستوطنين وللقوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. هذه المعركة قد أدت إلى منع قطعان المستوطنين من دخول ساحات المسجد الأقصى ولو مؤقتا، منعت فكرة الذبح أيضا، وأوقفت المظاهرة السنوية التي كانت تصل إلى أبواب القدس وأبواب المسجد الأقصى. الحديث النبوي يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضيرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لا، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم ومن هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إننا نؤمن إيمانا عميقا أن الله قد كلفنا بالدفاع عن هذه الأرض المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة،
وأننا لن نتخلى عن هذا التكليف إلى أن يأتي أمر الله، والذي يقول: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إننا في هذه الفترة نزداد قناعة أن النصر يقترب، ولنأخذ بعض التباشير من العراق، وهي ليس كل ما ظهر في العراق على الأقل بالفترة الأخيرة. الأول: البرلمان العراقي على أبواب إقرار قانون تجريم التطبيع، وهذا يعني بناء سور عالي ضد كل من يفكر بالتطبيع بالعراق، وهذا يعني إذا العراق لم يطبع فإن كل من طبع لا يساوي شيئا. إسرائيل عينها على العراق. العراق تاريخيا له، أو إسرائيل تاريخيا لها ثار في العراق، وهي تعمل دائما من أجل ذلك. حتى الاحتلال الأمريكي 2003 هو جاء فقط للمصلحة الإسرائيلية وللرؤية العقائدية الإسرائيلية التي تزامنت مع الرؤية العقائدية للرئيس بوش. وإقرار هذا القانون سيكون بداية التحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. الموضوع الثاني: الدكتور عادل عبد المهدي في تغريدة له، والتي يحث فيها القوى السياسية على إقرار القانون، يقول: إذا سقطت القدس لن تسقط فلسطين لوحدها، ستسقط بغداد وأربيل والبصرة ودمشق وأنقرة. وهذا هو روح إعلان يوم القدس العالمي، الذي كان يقول الإمام الخميني حتى قبل أن تتصل الثورة الإسلامية الإيرانية، أن هذا السرطان في داخل الأمة هو ضد الأمة كلها، لذلك على شعوب وحكام الأمة أن ينتفضوا من أجل ذلك. القضية الثالثة: الحاج هادي العامري يقول أو قال إن طلائع تحرير القدس ستنطلق من العراق. هذا هو وعد الآخرة الأخرى التي ذكرت بالإسلام بالقرآن، وإذا جاء وعد الأخرى فليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وبين قوسين يعني أريد أن أذكر، ونحن صغار في الستينات من القرن الماضي كان آباؤنا وأجدادنا يقولون أن القدس، أن فلسطين ستتحرر بقوات قادمة من الشرق، وأن قائد هذه القوات سيكون اسمه أحمد، وأن هذا الأحمد مولود أو منطلق من قرية اسمها أمرصاص. عندما جئنا إلى العراق عرفنا أن هناك أمرصاصين، مش أمرصاص واحدة، هي جزيرة في البصرة وقرية في سامراء. وعندما كنا نقول كيف عرفتم أو من ماذا هذا جاء، كانوا يقولوا إن هذا مكتوب في جفر سيدنا علي عليه الصلاة والسلام.
بالأمس ليلا الساعة 1 كنت في شارع فلسطين بدعوة من تجمع شباب العراق. هؤلاء الشباب زرعوا آلاف أشجار الزيتون في ظلال أشجار النخيل على طول شارع فلسطين. هؤلاء الشباب رفعوا علم العراق إلى جانب علم فلسطين على طول شارع فلسطين، ورسموا لوحات حائطية عن القدس وفلسطين والنصر. في هذه القاعة قبل يومين تجمع شعراء العراق وتحت شعار بغداد تغني للقدس، وألقوا قصائد عظيمة بالقدس وعن القدس وعن فلسطين وعن العراق. عندما يبدأ الشعراء والأدباء والمثقفين يتكلموا عن قضية فهم يعبروا عن روح الأمة، يهم يعكسوا ثقافة هذه الأمة. لذلك نقول أن العراق قد نهض لقضاياه الكبرى. قبل قليل كان هناك آلاف من أهل بغداد يجتمعون في شارع أبو النواس وتضامنا وتخليدا ليوم القدس العالمي، وفي كل محافظات العراق هناك نفس هذه التجمعات. إن هذا وغيره من الفاعليات يعطينا الأمل ويرفع من معنوياتنا، من معنويات الصامدين في القدس والأقصى وفي كل فلسطين، أنهم ليسوا لوحدهم وأن أبناء الأمة معهم، وإن تطبيع بعض الحكام لا يعني شيئا في مسيرة الشعوب المنتفضة. إخوتنا بالعراق، فلسطين والقدس تحررت 4 مرات بقوات قادمة من العراق عبر التاريخ. جثامين شهداء العراق مزروعة في أرض فلسطين، لم تتخلى العراق أبدا عن فلسطين، وإننا على ثقة بأننا سنلتقي قريبا في باحات المسجد الأقصى مهللين مكبرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا دكتور جعفر الطعان، شكرا سمحت الشيخ، شكرا لكل من شرفنا الأساتذة الذين غادرونا، شكرا جزيلا لكم. لازلنا متواصلين وفقرات مؤتمرنا المؤتمر الدولي الثالث لمناسبة يوم القدس العالمي. مشايخ الكرام التفضل بالجلوس، وهنالك وقت يتسع للسلام على السادة والشخصيات. المشايخ الكرام التفضل بالجلوس في أماكنكم لو سمحتم. شيوخنا الأفاضل، شيوخنا الأفاضل متواصلين في مؤتمرنا هذا، التفضل بالجلوس في أماكنكم لو سمحتم. متكرمين ومتفضلين بالجلوس. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور أحمد عقل سفير دولة فلسطين في العراق. تفضلوا بالجلوس لو سمحتم.
شيخ الجليل تفضل بالجلوس لو سمحت، نتبادل أرقام التليفونات فيما بعد، متفضلين ومتلطفين. يقول الإمام السيستاني دام ظله: إن الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم يقتضي أن لا يهنأ المسلمون في مطعم أو مشرب إلى أن يكفوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي الظالمين المعتدين. الكلمة الآن كلمة فضيلة الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نقف في هذه اللحظات المباركة نستذكر ذلك النداء، ونستذكر تلك الدعوات التي خرجت في ظل أجواء معقدة وخطيرة، حينما دعا الإمام الخميني إلى يوم القدس العالمي، دعا إلى يوم القدس إحياء للقضية التي أريد لها أن تموت، وتضامنا كاملا مع الشعب الفلسطيني ومع قدسنا وتاريخه. المعادلة السياسية، وبعضكم وكثير منكم يفهم بالسياسة جيدا، يقول في تلك الأجواء المنطق يقول في ظل ثورة أريد لها ألا تكون، في ظل ثورة أريد لها ألا تكون وألا تنجح، المنطق يقول بأن قادة الثورة لا بد أن يغازلون الفاعل الدولي، والفاعل الدولي تعرفون جيدا هو الذي يغطي على جميع جرائم إسرائيل. لكن العكس كان تماما، حينما دعا ذلك الرجل ذلك العالم إلى قضية أريد لها ألا تكون، أدعو جميع مسلمي العالم، أدعو جميع مسلمي العالم إلى اختيار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ليوما ليكون يوما للقدس. كلمات مدوية أحيت قضية تراكم عليها التراب، وذكر الحاج العامري في تلك الظروف والأجواء كان رؤساء العرب يتسابقون لتقبيل أيادي الكيان وغيره من تطبيع وغيره، يخرج لكم هذا الشيبة لكي يذكرنا جميعا بالقدس التي أريد لها أن تنسى. فاستنهض شباب الأمة، بل استنهض خطاب الله تعالى. أعيروني أسماعكم لهذه اللحظات، هو لم يستنهض همم الأمة فقط، وإنما استنهض خطاب الله تعالى الذي تراكم عليه التراب. ربنا جل وعلا وفي سورة الأعراف يتحدث عن اليهود، لكن عن أي يهود؟ يتحدث عن اليهود المنحرفين، ثم ماذا يقول؟ وإذ تأذن ربك، انتبهوا،
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه الآية تعطي إجازة لإخواننا وأنفسنا وأحبتنا المقاومين في كل العالم بأن قرار المقاومة لم يكن قرارا بشريا، وإنما كان قرارا إلهيا بنص هذا الخطاب الذي سمعتموه. وهذا ما يؤيده السادة الحنفية بعلمائهم الأصوليين حينما يتحدثون عن عبارة النص ودلالة النص، يقولون هذا دلالة النص، أي أن النص دل على مشروعية المقاومة وأنها سوف تبقى إلى يوم القيامة. وهذه المدرسة، هذه المدرسة مدرسة المقاومة، علموا أولادكم علينا أن لا نخجل من الحق، فما تأخرنا وما تمزقنا وما ضعفنا إلا لأننا نستحي من الحق. علموا أولادكم بأن مدرسة المقاومة فيها من الأساتذة العظام، فيها من المعلمين الكبار، أولهم ذلك السيد الجليل السيد علي الخامنئي، والشيخ الشهيد أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، والحاج عماد مغنية، والشيبة الكريمة، الشيبة الكريمة القائد قاسم سليماني، والشيبة الطيبة الحنونة أبو مهدي المهندس، وعبد الملك الحوثي، وابن المقاومة البار السيد حسن نصر الله، وغيرهم كثير لا يسع الوقت لذكر أسمائهم، ولكنكم تعرفونهم بسيماهم. هؤلاء حققوا النصر لأنهم جمعوا بين مقاتلة النفس ومقاتلة العدو، جمعوا بين كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال، جمعوا بين محراب الصلاة وبين محراب البندقية فانتصروا. علينا أيها الإخوة، علينا أن لا نغمض من مخططات أعدائنا في أمتنا وبلداننا وديننا. هذه المخططات، يعني أنتم فرقوا وميزوا، أنتم أصحاب حق وإنصاف، فرقوا بين الدعوات والمخططات التي تدعون إلى الحروب، إلى الاقتتال، إلى الفرقة. نحن في الوقت الذي نتحدث فيه ونخشى أن الكيان الصهيوني يهدم المسجد أو القبة، نسمع أصواتا لا ندري من أي كوكب تتحدث، نسمع أصواتا تدعو إلى هدم مقدساتنا. أسألكم بالله أيها السادة العلماء والمراجع، أيها الأمنيون والاستخباراتيون، هذه المواقف ألا تدعونا أن نقف بجدية وأن نحمي أبناءنا وشبابنا؟ حتى الذي يدعو إلى هدم المراقد، هذا بعضه ضحية، كما هو ضحية من انتسب إلى داعش. أيها الإخوة، حتى لا أطيل، العدو الصهيوني فعل فعلته في الشعب الفلسطيني قتلا وذبحا وتهجيرا وتشريدا أمام صمت دولي وصمت هنا وهناك،
وحال لسانهم يقول: فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا، وليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن. واسمع التهويل واسمع التهليل، نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. قضية القدس وقضية إحيائها لا يقصد بها أن تحصر عند مرجعية أو عند طائفة أو عند مذهب. القدس جزء من عقيدة المسلمين. ارجعوا إلى تاريخ السنوات التي أطلق فيها هذا الشعار وهذه الدعوة المباركة، وانظروا إلى الحكام كيف يتراكضون، وانظروا إلى هذه الدعوة التي مر عليها عقود من الزمن، وسوف تبقى هذه الشعلة التي تنير لنا الطريق. شكرنا وتقديرنا إلى الإخوة في المجلس الأعلى وإلى كل الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويأتي كل كلمة لي وأنا أروح خلف المنصة أقرأ بالكامل بالعربي لما في فرق. سماع ما تعرف؟ من الإسلام. أكون سعد المنصة. يتفضل سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد السيد إيرج مسجدي، فليتفضل بإلقاء كلمته مشكورا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. از جناب آقای دکتر سماحت الشیخ، آقای حمودی رئیس محترم مجلس اعلی، برای برگزاری این اجلاس با شکوه بسیار متشکرم. اتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ همام حمودي على إقامة هذا الاجتماع العظيم. و خدمت فردن فرد شما اساتید محترم، خواهران و برادران عزیز، آرزوی موفقیت دارم. و اتمنى لجميعكم ايها الحضور الكرام السيدات والسادة، اتقدم بجزيل الشكر والتحية والسلام. البته تا سحر وقت زیادی باقی مونده. عندنا فرصة كبيرة حتى السحر. اما من با اجازه آقای شیخ و شما حضار متن فارسی رو حذف میکنم، فقط آقای مترجم متن عربی رو میخونن، من خدمت شما هستم. ولكن اذا تسمحون اترك الكلمه للمترجم حتى يقرا فقط النص العربي وانا لا اقرا النص الفارسي. جناب آقای دکتر نوروزپور مستشار و مترجم بنده هستم. دکتر نوروزپور مستشار و مترجمی فی السفاره الایرانیه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أيها الحضور الأعزاء، اجتمعنا اليوم مرة أخرى بمناسبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من عام 1443 للهجرة القمرية، حتى الشريف
لو لم يكن هناك وعي الرأي العام للمسلمين وغير المسلمين من دعاة الحرية في العالم، ألم تكن القضية الفلسطينية مدفونة حتى الآن تحت أنقاض الدمار والفضائح السياسية بواسطة صفقات شائعة بين كثير من الحكومات التي لا تمثل شعوبها بالضرورة؟ إن الانتصار العظيم للثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 للميلاد وتسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك باسم يوم القدس العالمي بواسطة المؤسس الكبير للثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في العام نفسه أدي إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المناضلين والمجاهدين الفلسطينيين. ونرى اليوم أن هذا اليوم يكرم فيما يزيد عن 80 دولة في العالم مسلمة منها وغير مسلمة، وكلها تهتف في هذا اليوم بالقضية الفلسطينية. هذا ولنذكر دائما ما هي الظروف والمقدمات التي أدت إلى استحواذ نظام الهيمنة والاستكبار العالمي على فلسطين والقدس الشريف. لا شك في أن أحد أهم أسباب ذلك كان بث الفرقة والخلافات المصطنعة بين مختلف المذاهب الإسلامية وإيقاع بعضها ببعض. وللأسف لا يفقد هذا الأسلوب مفعوله، ويقوم الأعداء دائما بإعادة إنتاجه تحت مختلف الأشكال. فإذا ألقينا نظرة عابرة على ظواهر مثل تكفير بعض المذاهب والتطرف المذهبي وتأجيج الخلافات القومية والتاريخية والفئوية السياسية وخلق مجاميع إرهابية خلال السنوات الأخيرة، ندرك ببساطة الأهداف المشؤومة للأعداء المتمثلة في مزيد من الاستحواذ على أموال المسلمين ومصالحهم. ونشكر الله أن الأعداء لم يعد بإمكانهم تنفيذ مخططاتهم الماضية بسهولة، وذلك بفضل الصحوة الإسلامية ووعي الأجيال الجديدة من الأمة الإسلامية. أيها السيدات والسادة الكرام، اليوم وخلافا لما يرغب فيه الأعداء، نرى أن الدعوة إلى الإسلام تنمو وتتسع في العالم. ومن المؤكد أن هذا الإنجاز المبارك هو نتيجة الثقة بالنفس والدوافع والآمال والمقاومة التي آتت أكلها بين الطبقات الشعبية من الأمة الإسلامية، بحيث تحول اليوم الحصول على أصوات السكان المسلمين حتى في الدول الغربية إلى ثقل سياسي هام من شأنه أن يغير المعادلات. وليس الاتجاه الجديد الذي ظهر بين الأجيال الجديدة من الأمة الإسلامية لتقوية وتعزيز الهوية الدينية حدثا صغيرا، فبدأ المسلمون ينتبهون إلى عناصر قوتهم. وطبعا لم ولن يبقى الأعداء متفرجين، فيستخدمون كافة الوسائل لإشاعة الإحباط والتخلف والتبعية بين الأمة الإسلامية. ولا شك في أن هذا الأمر يضاعف من رسالتنا المتمثلة في التوعية، ولا سيما توعية الشباب. هذا وكان ولم يزل التآزر بين المسلمين والمتوحر حول المعتقدات المشتركة بما فيها القدس الشريف كابوسا لعدائنا. وأثبتت التجارب خلال الوقود الأخيرة أن كافة مخططات الغرب للتصالح والصفقة حول فلسطين بما فيها صفقة القرن وصلت إلى طريق مسدود. ولا غرابة في ذلك، فإن شرف المسلمين لا يباع ولا يشترى. وليس تطبيع بعض الدول المسلمة مع الكيان الصهيوني
إلا محاولة يائسة للهروب من كابوس زوال واضمحلال هذا الكيان الهش. فما قامت به دولة أو دولتان في المنطقة وسمتاه إنشاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني يعتبر خطوة ذات طبيعة الصفقات السياسية، ولن يعترف بها الشعوب، شعوب الدولتين المذكورتين، ولا سائر الشعوب الأحرار في العالم. كما سبق وأن قامت بعض الدول والشخصيات السياسية الأخرى بتسجيل وصمة العار هذه على جبينها، ولكن في نهاية المطاف لم تستطع فرض رغباتها على شعوبها. واليوم أيضا لا تصل الدول المطبعة إلى أهدافها، وحقا ما تقوم به هذه الدول مدعاة للخجل. ففي حين نرى انتقادات واعتراضات حادة على الأعمال الإرهابية والمعادية للبشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني حتى من قبل بعض العناصر والشخصيات السياسية الحرة غير المسلمة في مختلف الأوساط الغربية والجمعيات الدولية، نرى في المقابل بعض المسلمين يغرقون في أفكار الصهيونية. فهذا الذل والعار التاريخيان غير قابلين للنسيان. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بشدة أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني، وتدعو الجميع إلى التوعية والتثقيف بهذا الشأن. فكما قال قائد الثورة المعظم الإمام خامنئي، يكمن الحل الوحيد لإنقاذ فلسطين الالتزام بالمقاومة ودعمها ودعم نضال الشعب الفلسطيني. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الحماسات والأخبار التي نسمعها عن بعض الاجتماعات التي تحاول تجميل صورة الصهاينة البغيضة وحث الدول على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المزيف، أمر خطر يتطلب مزيدا من الوعي والعناية. وللأسف بسبب سيطرة العدو النسبية على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى تقديم صورة مجملة لمحتلي فلسطين، ويتم تسويقهم كدعاة للسلام، ويهدد هذا التحريف أجيالنا الشابة خاصة، ويتطلب أن يهتم بذلك كل واحد منا اهتماما أكثر جدية. وكل أمل في أن نرى بحول الله وقوته مزيدا من النمو والرفقة لكافة الدول الإسلامية. فكلما سمع من العالم الإسلامي صوت أكثر وحدة وتماسكا في مختلف المجالات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كلما حسب الغرماء والأعداء للأمة الإسلامية ألف حساب. وكلما حلت الفرقة وتعدد الأصوات محل الصوت الواحد، كلما خسرنا جميعا. ولا يسعني هنا إلا أن أستذكر شهداء القدس من الشيخ أحمد ياسين وفتحي الشقاقي والسيد عباس الموسوي، وصولا إلى قائد المقاومة الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني والمجاهد العظيم الشهيد أبو مهدي المهندس. وكلنا أمل في تحرير فلسطين والقدس الشريف في القريب العاجل، ونصر من الله وفتح قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران السيد إيراج مسجدي على هذه الكلمة. ونستشهد هنا بقول مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني قدس سره: إذا أردتم أن تنقذوا فلسطين فعلى الشعوب أن تثور بنفسها وتدفع حكوماتها
لمواجهة إسرائيل. حضورنا الكريم، الشعر قضية، شاعر مفوه حضر هنا، مفرده جمع مذكر شاعر، يصدح على هذه المنصة صوت الشاعر الحاج أبو محمد المياحي. السلام على الأخوة المجاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته. يا مقبض السيف، هل أعيت أيادينا أم نمت بالغمد خوفا من أعادينا؟ ومذ حملناك كل الأرض قد خضعت حتى عرفنا بأن السيف ينجينا. لما هجرناك صار الذل يدفعنا نحو ابن صهيون نهديهم أراضينا. مضى حقا وللإسلام جذوته، تومي إلى القدس نحييها وتحيينا. إن الخميني للأجيال أطلقها وكل جيل أتى يتلو فلسطين. يا الحشد عندك بخت وتعسر العادات، يا الحشد عندك بخت وتعسر العادات. لو ما يعرفك كفو هالوطن ما ناداك، يدريك ميمر حرب ويطرب لمن غناك. انت صلاة الفخر باطل اللي ما صلاك، انت صلاة الفخر باطل اللي ما صلاك. دينك علينا فرض ونرده ما ننساك، عد عيننا من جنت هاليوم عد عيناك. انخلي لي يمسك شرط يخترع من طراك. على الذلة تعود راس الأندال وراسح للمشارم عنفواني، على الدمغة تعود راس الأندال وراسه للمشارم عنفواني. مو كل من بمحبس حجر مبروك، فرق بين الحصو وبين اليماني. عندك صال وانت تريد لمكان، هدني يقول لك انا اعرف مكاني. اذا خوة تريد ترفع الراس قريت اثنين كل هذا زماني. خوة قمر هاشم ويا الحسين وابو مهدي الكريم وسليمان. انا الوقت طال والاخوة لا على الدمغة تعود راس الاندال وراسه للمشارم عنفواني. مو كل من بمحبس حجر مبروك، فرق بين الحصو وبين اليماني. عندك صول وانت تريد لمكان، هدني يقول لك انا اعرف مكاني. اذا خوة تريد وترفع الراس قريت اثنين كل هذا زماني. خوة قمر هاشم ويا الحسين وابو مهدي الشريف وسليماني. تدليني الدرب، تدليني الدرب، دليتك بنص ليل جدمي بلا عيون الدرب تندل. الحشد فتوة امام، تعرف عمي بهاي اذا ما يدري هلبت واحد يقله. الحشد راية علي، واسمعني يا مسكين قيطان الحشد ما تقدر تحل.
شكرا جزيلا للشاعر الحاج أبو محمد المياحي على هذه الكلمات المعبرة. آية الله السيد السيستاني دام ظله يوجه نداء حاسما للبابا، يجب إنهاء الاحتلال والظلم على الفلسطينيين. يتفضل سعادة سفير جمهورية فنزويلا في بغداد السيد أرتورو أنيبال بإلقاء كلمته مشكورا. السلام عليكم الشيخ همام حمودي، الحضور الكريم من المجلس الأعلى، السفراء الكرام، الحضور الكريم والإعلام، الصحافة، حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبها الكيان الصهيوني في محيط المسجد الأقصى منذ 15 نيسان الماضي. Venezuela solicitó a los organismos internacionales intervenir de forma justa para poner fin a la discriminación y garantizar el respeto a la igualdad soberana de los estados. Esto a propósito de las acciones contra el pueblo de Palestina. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. طلبت فنزويلا من المنظمات الدولية التدخل بطريقة عادلة لإنهاء التمييز وضمان احترام المساواة في السيادة بين الدول، وهذا فيما يتعلق بالإجراءات ضد الشعب الفلسطيني، كما أعلن وزير الخارجية فيليكس بلانسينسيا فيما يتعلق بالتصعيد الأخير للعنف الذي عاشه الشعب الفلسطيني. Desde Venezuela repudiamos las acciones deliberadas que pretenden limitar los derechos del pueblo de Palestina y solicitamos a los mecanismos internacionales intervenir de forma justa para poner fin a la discriminación y garantizar el respeto a la igualdad soberana de los estados. من فنزويلا نرفض الإجراءات المتعمدة التي تسعى للحد من حقوق الشعب الفلسطيني، ونطالب الآليات الدولية بالتدخل بشكل عادل لوضع حد للتمييز وضمان احترام المساواة في السيادة بين الدول. Rechazamos que el gobierno de Israel se aproveche de la actual coyuntura internacional para acelerar su brutal agresión contra Palestina, así como la doble moral con la que se abordan hoy los conflictos en el mundo. El pueblo palestino ha sufrido más de 70 años la política israelí de la apartheid y merece justicia. نرفض أن يستغل الكيان الإسرائيلي الوضع الدولي الراهن لتسريع عدوانه الغاشم على فلسطين، وكذلك الزواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع الصراعات في العالم اليوم. لقد عانى الشعب الفلسطيني أكثر من 70 عاما من سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية، والشعب الفلسطيني يستحق العدالة. Alienta el respeto a la plena soberanía, independencia y paz del Estado palestino y reitera su repudio a las acciones genocidas cometidas contra las fuerzas por las fuerzas sionistas. يشجع الموقف الفنزويلي على احترام السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية واستقلالها وسلامها، ويكرر رفضه لعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. Rechazamos una vez más cualquier medida unilateral que pretenda alterar el status quo de Jerusalén, incluidas las decisiones de algunos gobiernos de trasladar sus embajadas en contravención de las resoluciones del Consejo de Seguridad,
las cuales son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de la ONU. نرفض مرة أخرى أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في القدس، بما في ذلك قرارات بعض الحكومات بنقل سفاراتها بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. Venezuela apoya la resolución 2334, la cual ofrece el camino más viable hacia la paz con una solución pacífica, justa y duradera que preservaría la existencia de dos estados sobre la base de la frontera previa de 1967. تؤيد فنزويلا القرار رقم 2334 الذي يقدم أنجع طريق للسلام مع حل سلمي وعادل ودائم، من شأنه أن يحافظ على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. Cabe resaltar que la República Bolivariana de Venezuela es miembro del Comité de las Naciones Unidas para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino desde septiembre de 2010. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية فنزويلا البوليفارية عضو في لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف منذ سبتمبر عام 2010. Hoy, en esta tercera convención de Al-Quds, esta tercera convención internacional de Al-Quds, es oportuno el momento para poder también manifestar toda la crisis por la que atraviesa el gobierno de Venezuela. اليوم في المؤتمر الدولي الثالث للقدس تكون الفرصة مناسبة للحديث عن ما تعانيه فنزويلا من حكومات الولايات المتحدة وحلفائها. Hoy es un día de justicia. Hoy es un día de clamar por la justicia y de clamar por los mártires de las naciones que han venido siendo oprimidas por otros países. اليوم هو يوم العدالة، هو يوم المطالبة بالحقوق من للبلدان التي عانت من ظلم حكومات الولايات المتحدة. Nuestro país en la actualidad está transitando con dignidad caminos de sacrificio y dificultad por negarse a ceder a las amenazas, chantaje y extorsión de los intereses geopolíticos de los gobiernos de Estados Unidos y sus países socios internacionales. يسافر بلدنا حاليا بالكرامة ومسارات التضحية والصعوبة لرفض الانصياع والتهديدات والابتزاز وإثارة المصالح الجغرافية لحكومات الولايات المتحدة ودولها. Nosotros denunciamos a nuestra nación le han robado fondos por más de 35 mil millones de dólares mediante el secuestro de fondos depositados en cuentas bancarias de los países socios del gobierno de los Estados Unidos. Nos han expropiado empresas del Estado que operan en el exterior, nos han expropiado reservas de oro de nuestra nación depositados en el Banco Central de Reino Unido. تمت سرقة الأموال من دولتنا بما يزيد عن 35 مليار دولار أمريكي من خلال اختطاف الأموال المودعة في حسابات بنكية للدول الشريكة لحكومة الولايات المتحدة ولديهم شركات حكومية مصادرة ومشتركة مودعة في البنك المركزي للمملكة المتحدة. Nos han sometido a todos los habitantes de nuestro país a la falta de alimentos, de medicina, de tratamientos médicos en el exterior para pacientes venezolanos que no han podido viajar para completar sus tratamientos. لقد صادروا احتياطات دولتنا الذهبية المودعة في البنك المركزي للمملكة المتحدة وأخضعوا جميع السكان في بلدنا لنقص الطعام والأدوية والعلاجات الطبية في الخارج لمرضى فنزويلا الذين لم يكونوا قادرين على السفر لإكمال علاجهم. Han bloqueado el suministro de equipos médicos, partes, piezas y equipos para nuestra industria petrolera y empresas básicas del Estado venezolano. لقد منعوا استيراد المعدات الطبية والأجزاء والقطع والمعدات اللازمة لصناعة النفط والشركات الأساسية في دولة فنزويلا. En cualquier parte del mundo donde se pretenda someter a una nación bajo amenazas, extorsión y chantaje para que renuncien a su derecho a la libertad, autodeterminación y soberanía de los pueblos, siempre estará presente la solidaridad del gobierno de Venezuela, de su presidente y de su pueblo. في أي جزء من العالم حيث يقصد إخضاع أمة ما تحت التهديدات والتوسع والابتزاز للتخلي عن حقها في حرية تقرير المصير وإرادة الشعوب، تضامن حكومة فنزويلا ورئيسها وشعبها سيكونون حاضرين دائما. Le doy las gracias a todos los presentes, a todos aquellos que hicieron posible que
pueblo de Palestina. تتضامن حكومة وشعب فنزويلا مع القضية الفلسطينية. El Che Guevara, un luchador internacionalista, héroe de la revolución cubana, héroe de la lucha cubana, dijo en una oportunidad: es preferible luchar en pie que vivir de por vida arrodillado. قال تشي جيفارا المحرر العظيم في احدى خطاباته: يفضل القتال على قدميك بدلا من العيش على ركبتيك مدى الحياة. Viva Palestina libre para los palestinos. تعيش فلسطين وتعيش القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.